السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو ديالنا اليوم. في فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نديرو جينواز، ولكن غادي نديرها انا بشكل مستطيل باش غادي نصوب سويسرول. هاد لا جينواز هادي كتجي زوينه بزاف، ماشي داك لا جينواز اللي معروفه ديال كتكون فيها غير البيض والطحين والسكر سنيده. هادي كنزيدو لها شويه ديال الحليب وشويه ديال الزيت، كتجي خفيفه وكتجي منكهه زوينه. غادي نحتاجو المقادير 5 ديال البيضات كبارين، 120 غرام ديال الدقيق. بالنسبه للبيض انا دايره فيه واحد شويه ديال الملحه. عندنا 110 غرام ديال السكر سنيده، انا كنقص شويه ديال السكر اللي دايره فيه الفاني. 60 مليلتر ديال الزيت و 60 مليلتر ديال الحليب، وواحد معلقه صغيره ديال الحامض اولا ديال الخل. نبداو ان شاء الله على بركه الله بالطريقه. عندي هنايا واحد البول، تقدروا البول انا ديال العجانه هذا، تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي. غادي ندير هاد 5 البيضات اللي راني دايره معاهم ديجا قصه ديال الملحه، وغادي نبقى نطربهم مزيان. منين يبداو يطلعوا نزيد لهم السكر سنيده اللي دايره معاه الفاني شويه بشويه حتى يطلع مزيان هذا البيض، يعني عطيوه تطرب مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالو وكيولي ابيض. هذا هو السر ديال لي جينواز اون جينيرال، خص ضروري تطرب ديال البيض، لان هاد الجينواز هذه ما فيهاش الخميره الحلوه، وباش غادي تطلع لنا وتجينا نفوخه وتجينا مفشفشه هي في هاد التطراب ديال البيض. هنا بعد ما ضعفنا الحجم ديال البيض هانتوما كما كتشوفوا وبيض، دابا غادي نزيدو نرجعو نطربو ونبقاو نزيدو الزيت تدريجيا. ومن بعد منين نحسو بالزيت دخل في المكونات في البيض غادي نزيدو الحليب حتى هو تدريجيا، من بعد عاد نزيدو الطحين والحامض. دابا صافي، من بعد ما دخلنا هاد الحليب والزيت مع المقادير مع داك البيض، دابا غادي نزيدو الطحين شويه بشويه. في الاولى نخلطو غير بشويه بهاد الطراب، ومن بعد راه خصنا سباتول حيت العجينه خفيفه والطحين كيهبط لتحت، خصنا نبقاو نخلطو بسباتول من التحت للفوق باش المكونات تتجانس مع بعضياتها. دابا غادي نبقاو نخلطو هاد الطحين مع هاد المكونات هادي بشي سباتول هكا، ونبقاو نديرو نهزو العجينه من التحت للفوق حيت كيما قلت لكم الطحين كيهبط للتحت. صافي، غير نشوفو ان الطحين ما بقاش نحبسو ما نبالغوش بالتخلاط، وغادي نزيدو في التالي كاع ديك نص عفوا معلقه صغيره ديال الحامض اولا ديال الخل، ونخلطو المره الاخيره ونديروه في الصينيه ديال الفران اللي غادي ندخلوه في الفرابو. يعني الا كنتو غادي ديروه جينواز هكا مدوره ديروه في المول ندور هكا ديال لا جينواز. بالنسبه ليا انا قلت لكم غادي نديرو سويسرول، فغادي نديرو في الصينيه ديال الفران، والفران ديجا مسخناه ملي بديت كنوجد لا جينواز، درتو يسخن على 150 درجه. دابا غنخويوها في الصينيه ديال الفران. هنايا جبت الصينيه ديال الفران دهنتها بالزبده ودرت عليها الورق ديال الطبخ. غادي نجي وغادي نخوي هاد العجينه هنايا. هنا قبل ما ندخلوها للفران غادي نقبطوها، وغادي نخبطوها واحد 3 ديال الخبطات هكا مع الارض، ولا المهم ديروا شي فوطه هكا وخبطوا على الصدع باش ما تصدعكمش، وخبطوا واحد 3 ديال المرات باش هاد الفقاعات هادو اللي كيكونوا في العجينه ما كيبقاوش، فضروري من هاد المساله هادي. صافي، غير نحيدو هاد الفقاعات ندخلوها للفران اللي قلت لكم ديجا مسخن على 150 درجه. كتاخد واحد 20 دقيقه، المهم كل وحده كتفهم فرانها، كاين اللي كيطيب لها غير من التحت، كاين اللي كيطيب من الفوق من التحت. بالنسبه لي انا غادي نحشيها الفران، غادي نشعلها من الفوق من التحت ونبقى حاضيها. هي كما قلت لكم كتاخد تقريبا واحد 20 دقيقه، وتا كتحمر وتاخد لوين، وهي لا جينواز ديالنا واجده. هنا كي كنخرجوا السويسرول ديالنا من الفران كنقطوه وكنقلبوه فوق واحد ورق الطبخ هكا نقي، كنحيدوا الورق الاول، هو كيتحيد بسهوله.
دابا غادي نجيو نحيدو الجوانب حيت ما كيكونوش مقادين، نحيدوهم حدو مازال سخون. غادي نجيو غادي نلويو غادي نلويو هاد السويسرو ديالنا ما حدو مازال سخون، لان الا برد يقدر يتهرس لكم باش تجيو تلويوه. صافي كنلويوه هكا، بغيتو تزيدو ديروه في شي فويطه ولا شي منديل، وغادي نخليوه حتى يبرد عاد نعمرو. وبالنسبه للكريمه اللي غادي نعمرو بها هاد السويسرول فهي كريمه ساهله بزاف وبنينه. عندنا 8 ديال القطع ديال الجبن، هاد الجبن اللي كيكون مربعات اللي خصو يكون درجه حراره الغرفه، يعني نخرجوه من الثلاجه واحد المده. عندنا 2 معالق كبارين ديال الشوكولا قابله للدهن، عندنا 2 معالق ديال البرانيني او بخاليني اللي تقدروا، هنا عندي بخاليني ديال نوازيت تقدروا تستغناو عليه الا ما عندكمش ماشي مشكل. عندنا واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو بودغ اللي يكون مر ما فيهش السكر. وهنايا اختياري حتى هي، عندي هنايا واحد البسكوي كان كيتباع جاهز داير بحال هكا اللي قبضت وطحنته شويه باش يعطيني لداخل ديك التقرمشه شويه للسويسرول، ما يجيش يعني نحس منين ناكل منين ناكلو نحسو بالتقرمشه. صافي هادشي اللي عندنا غادي نستعملو الطراب الكهربائي، غادي نطربو هاد الجبن هذا شويه ومن بعد نضيفو له المكونات الاخرى كامله. هذا هاد البسكوي هذا يمكن تقدروا ديروا الفويتين، تقدروا ديروا ما عرفتش اللوز مهرمش القرقاع اللي بغيتو، يعني شي حاجه اللي تكون مخرمشه كما قلت لكم هذا اختياري، ما بغيتوهاش او ما عندكمش ماشي مشكل. هذا ما غاديش نديرو في لاكريم هنا، يعني حتى نسرح لاكريم على السويسرول عاد هاد التقرميش هذا ندردرو من الفوق. هنا حنا طربنا هاد الجبن المثلثات او عفوا المربعات، ضروري خصكم تخرجوه من الثلاجه واحد المده باش يرطب، لان الا خرجتو غير من الثلاجه ديريكتومون بديتو تخدمو به غادي يتفرتت لكم، يعني ما غاديش يولي كريم. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش جبن مربعات تقدروا ديروا جبن قابل للدهن ماشي مشكل، حتى هو كذلك خصكم تخرجوه من الثلاجه باش ياخذ درجه حراره الغرفه ويولي طري. هاد الكريمه هادي مختلفه على الكريمات اللي متعودين عليها ديما كنديروا الكريمه السائله كنطربوها الشوكولا، هادي زعما مبدله شويه وكتجي بنينه بزاف، راكم عارفين المذاق ديال الجبن كيتواتى بزاف مع هاد الشيء هذا. دابا غادي نديرو هاد الشوكولا هاد القابله للدهن، غادي نخلطو من بعد نزيدو البراليني ونزيدو الكاكاو بودر. هنا من بعد ما بردنا السويسرول ديالنا غادي نجيبو نحلوه ونجيبوه، هنايا عندي عصير ديال البرتقال هذا غير معلب يعني ديال الكارطون، غادي نسقيو شويه هاد لا جينواز ديالنا، هي اصلا صراحه كتكون طريه ماشي ناشفه ولا، لكن نزيدو حنايا نسقيوها مزيان. هنا غادي نجيبو هاد لاكريم هادي اللي صوبنا نديروها هكا من الفوق،
بعد ما سرحنا ديك الكريمه هكا في فوق لاجينواز ديالنا، دابا غادي نجيبوا هاد التقرميج هذا اللي قلنا كيبقى اختياري، غادي ندردروه هكا من الفوق. بالنسبه اللي كيبغي يحس بالتقرميشه ديال شي حاجه هكا في وسط السويسرول. صافي دابا غادي نلويو، دابا من بعد ما لوينا هاد السويسرول غادي نلويوه فشي كاغي تاع نيشفور وندخلو للثلاجة باش يبرد مزيان وتزيد تماسك لنا ديك الكريمة، عاد ديك الساعة نخرجوه ونزينوه من الفوق. بالنسبة للتزيين ديال لابيش من الفوق غادي ندير واحد لاكاناج سهلة، وغادي ندير غير لاكاناج من الفوق، يعني ندير تزيين بسيط. عندي هنايا واحد 70 مليليتر ديال الكريمة السائلة، عندي 60 غرام ديال الشوكولا الأسود، وبالنسبة لهاد لاكاناج هادي غادي نكهها بواحد الخليط ديال التوابل اللي كيبننها بواحد الطريقة عجيبة. عندنا شويه ديال القهوه، انا عندي هنايا اسبريسو اللي سريعه الذوبان حبيباتها، رقيقي. الا ما كانش عندكم قهوه سريعه الذوبان تقدروا ديروا القهوه العاديه ولا حبوب، لان ماشي مشكل. حنايا من بعد غادي نصفيو هاد لاكريم هادي. عندنا انا قلت لكم دايره هنايا الاسبريسو سريعه الذوبان، عندي شويه ديال القرفاني غير راس المعلقه مع راس المعلقه، لان الكميه عندنا غير قليله باش ما يجيش هاد الشيء مجهد في لاكريم. عندنا شويه ديال النافع هكا حبوب، عندنا واحد شويه ديال النجمه انا هرستها خديت منها واحد شويه، عندنا حبه الهيل، وعندنا جوج حبات ديال الهيل صافي، وعندنا جوج ديال القرنفل اولا المسمار. هادشي هذا غادي نشدوه ونخويوه في لاكريم. لاكريم غادي نديروها فوق البوطه على عافيه شويه مهيله باش هاد التوابل هادي تطلق مزيان في هاد لاكريم، ونخليوها حتى تسخن مزيان، ومن بعد نصفيوها ونخويوها فوق الشوكولا. دابا نديو هادي تسخن بعدا وحتى تغلي ونحسو بهادشي هذا تطلق فيها، عاد نرجعو ان شاء الله. دابا من بعد ما سخنات لنا الكريمه مزيان غادي نشدو واحد الصفايه وغادي نصفيوها فوق هاد الشوكولا، لان يعني راكم شفتو درنا ديك الشي حبوب ما غاديش يهبط لنا الشكلاط. صافي غادي نصفيو هاد الشيء، ومن بعد نخليو هاد الشوكولا في هاد الكريمه حتى يذوب ونستعملو الكراج ديالنا. هنا بالنسبه للتزيين ديال لابيش، ها هي الكراج ديالنا. هنا خرجنا لابوش ديالنا من الثلاجه من بعد ما بردات مزيان. التزيين غادي ندير تزيين بسيط ساهل، غادي نخوي لاكاناج غير من الوسط، ونحاول بحال نسيحها شويه مع الجناب باش تعطيني ديك الخطوط هكاك نازلين. من بعد ما هبطت ديك شويه ديك الكاناج ديالنا باش جينا بهاد الشكل هكا ديال طيحه هكا مع الجناب، عندي هنايا الشوكولا غير شوكولا بيضاء هنايا ذوبتها ودرتها في هاد القم هذا، وغادي نجي ونبقى نخطط من الفوق. التزيين كيبقى على حساب الذوق ديال كل واحد وكيفاش يبغي يزين. هنايا عندي شويه ديال البيستاش اللي هرمشتو شويه بحال هكا، وهذا واحد البيسكوي، يعني ديروا اللي بغيتو، اللوز، نوازيت، القرقاع، شي بيسكوي قبطوه هرسوه ولا اللي بغيتو. انا هنايا درت هاد الجوج هادو، غادي نجي وغادي نديرهم غير من الوسط.
هلا بوش ديالنا من بعد ما كملناها بالزين كيما شفتو درت الكناش، ما بغيتش نسيحها كامله عليها، يعني نغطي لابيش كامله بالكناش، بغيت تجيني هذا المنظر هكا ديال الكناش نازل غير من الفوق، وزدت عليها الخطوط ديال الشوكولاته البيضاء. المهم راه كلشي باين وواضح. انتما شفتو هنايا قلت لكم قبيله راه نزيد شويه ديال البيستاج، زدت شويه ديال البيستاج فقط على ود اللون باش يخرجني شويه من ديك اللون ديال الشوكولا. من الفوق تقدروا ديروا فيتين، تقدروا ديروا غير بيسكوي مدقوق ديروه من الفوق، تقدروا ديروا رقائق الذرة يعني اللي كيكونوا يعني عاديين، يعني ما فيهم لا سكر لا شوكولا لا حاجه، تقدروا تدقدقوهم وديروهم من الفوق، يعني التزيين كيبقى اختياري. انا حاولت نبدل شويه على التزيين اللي ديما كنديروا ديال موس الشوكولا من الفوق، ويعني حاولت نبدل شويه. كذلك بدلت في لاكريم اللي من الداخل، كتجي هاد لاكريم خطيره جدا بنينه بديك الجبن المربعات مع ديك البرخاليني والشوكولا قابله للدهن، كتجي بنينه بزاف. نتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه هادي وتصوبوا هاد لابوش هادي، لان فعلا كتجي بنينه بزاف. هكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، الى فيديو مقبل ان شاء الله. بسلام عليكم.